فإن العبد كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى يمر بأربعة أو بأربع دور. الدار الأولى بطن الأم، والدار الثانية هذه الدنيا، والدار الثالثة القبر أو البرزخ، والدار الرابعة والأخيرة هي الدار الآخرة. وفيها يصير الناس على قسمين، ولذلك قال الله تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. والسعيد في الدنيا والآخرة الذي يقوم بطاعة الله سبحانه وتعالى، والشقي في الدنيا والآخرة الذي يختار معصية الله تعالى والإعراض عنه على طاعة الله. ولذلك قال الله جل وعلا: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. قال: تكفل الله لمن اتبع الهدى وهو القرآن أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وأهل العلم قالوا: عنوان السعادة ثلاثة: إذا أعطي العبد شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. عنوان السعادة: إذا أعطي العبد شكر، إذا أعطاه الله تعالى النعم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. قال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا إلى آخر الآيات. وقال جل وعلا: نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. الله قال لك الذرية، الجنة، الولد، قال لك أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. إنتوا اللي بتدوا الجنة، إنتوا اللي بتخلقوا الذرية، ولا الله سبحانه وتعالى هو اللي بيدي الجنة وهو اللي بيخلق الذرية؟ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. شوف التحدي ده عجيب كيف. قال: يا أيها الناس ضرب مثل، ما قال فاسمعوا له، قال فاستمعوا له.
فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله، بتنادون غير الله، ما قال لك اسمع ساي، استمع، يعني استمع سماع الذي يريد الحق وسماع المتدبر والذي يفقه ما يقال له. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، هل بتنادون في الشدائد والحقون وافزعون وسولينا ويا ناس فلان ويا علان إلى آخره، لن يخلقوا ذبابا. عليك الله شوف القوة دي، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. والله الله ما خلى لهم أي شيء الناس، يعني قال لك ذبابة ما بيقدروا يصنعوها، وما كذي بس كان كلهم يتلموا، ديل وكلون لجنة صناعة جناح الذبابة، ولجنة صناعة الرأس، ولجنة صناعة الرجلين، وإنت تصنع جهاز الطيران في الذبابة، وإنت قال لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. شوف من ضعفهم، قال لك الضبانة تجي طائرة ما بتستاذن عن إذنك، دار أخش بيتك بتلقاه جوا البيت يخطوا الأكل، ما بتقول لك عن إذنك دار أكل معاك وكذا، الزول تلقى معتقدين فيه، تجي الضبانة تركله فيه نخرته. شوف القوة دي كيف، وتجي من أكله تشيل سلب. الله ما قال وإن يأكل الذباب منهم شيئا، قال وإن يسلبهم، السلب ده بالراحة ولا بالقوة ولا بالشدة، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. زول حقه من الضبانة ما بيقدر يرجعه، رجع للزول الرائحة ويديه الجنة ويتصرف في الكون. عشان كذا يا جماعة الله سبحانه وتعالى قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب، هل بيدعو غير الله ضعيف، ضعف الطالب والمطلوب، هل بيدعوه ذاته ضعيف، ما قدر الله حق قدره. والله النزل ما عظم الله صح، والله يا جماعة اللي بيعظم الله سبحانه وتعالى أصله ما يمش لغيره، اللي بيعرف الله ده صح أصله ما يمشي لغيره ولا يتوكل على غيره، ولا يقول يا فلان اديني جنى، ولا يا فلان الحقني من الشدائد، ولا يعلق حجبات، ولا يعلق كمون، وعقيدته تكون في الله نظيفة. تب لو عرف الله صح سبحانه وتعالى، ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. عشان كذا يا جماعة رب العزة والجلال نبهك لأشياء وراك وعلمك عشان انت ترجع عليه وعشان تشكره. شوف قال شنو في سورة فاطر، قال وما يستوي البحران، تعالين دي البحرين، ده طاعم وده مسيخ، ده طاعم تشيل منه طاعم وده تشيل منه مسيخ، ويأكلك من الطاعم ويأكلك من المسيخ. شوف القوة دي كيف، البحر ده الله اداك فيه ثلاثة نعم من النعم، يعني ثلاثة فوق السفن تمش فيه تنتقل من منطقة لمنطقة، وتحد تمرق الأشياء زي أنبياء النساء، جواهر لؤلؤ أشياء جوا، وفي النص سمك يعني زينة وطعام وسفر. قال وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر. ده ليه كله؟ لتبتغوا من فضله
ولعلكم تشكرون. النعم دي كلها بس قال لك اشكرني بس. شوف آدم ده ضعيف كيف، قال لك انا النعم دي كلها الله خلقها سبحانه وتعالى، قال لك بس انت اشكرني بس. بعد ده في ناس بيشكروا غيره، يقول لك فلان شرب البحر وفلان جر الشمس وفلان في التلفزيون فلان بيقول لك شيء كن فيكون. انا طبعا ما دار اجيب اسم اي زول، لكن واحد جابوه في التلفزيون والله حيرني مره واحده في الغانه بتاعت السودان كلها، قال انا جدي بدي جنى، بدي الجنى. وطيب قبل جده ده الكان بدي الجنى زمان، بدي الجنى قال جدي بدي الجنى، قال من كراماته عنده ولده قاعد برا وجدي قاعد جوا، جا زول داير له جنى لاقى الولد برا قال له ماشي وين؟ قال له ماشي لوالدك عشان دار لي جنى. الولد برا قال له اديتك جنى، ما جاب المرأة معه وبراه بس قال لك اديتك جنى. ودخل جوا للابو قال له مالك جابك شنو؟ قال له والله جيت لي جنى ولدك اداني جنى. قال له انا ذاتي اديتك جنى لكن مش لولدي، قل له الولدين ده الكذب يتلخبطوا سوي لك وسم علامه ده في التلفزيون اقسم بالله. قال مرق برا الود قال له ولدي انا عنده شامه فوق هنا، ولد ابوي ده عم يقول له سوي له شامه تحت. يا اخي انت ما كان انت الشام سوي له شامه اللي هي كان تطول له شعره بس. الظريف انا ده كله ما حيرني مع انه هو مخالف ويحير الزول. الظريف الزول ده مرق ظريفه وما ظريفه في نفس الوقت. قال مرق ماشي في الشارع على البيت لاقى له زول قال له ماشي وين؟ قال له ماشي للفقيد ديني جنى. قال له انا ادوني اثنين اديتك واحد. قال هو ذاته بقى بيدي نسخ هو ذاته والله يا جماعه. والله سبحانه وتعالى قال في القران ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، سورة الأعراف. وقال في سورة الطور أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يا أخي الله ده عظيم، اتحدى الناس ذي العديل اتحدون. قال في سورة الرعد قال قل من رب السماوات والأرض، الآية دي فيها خمسة، قل قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء، خليتوا الله مشيتوا للأولياء، ما لنا الأولياء يا الله سبحانه وتعالى. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم، خلي ليك انت لنفسه ذاته، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. ده جنب الدي الله وده جنب الدي الفكي. فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. عشان كذا الله سبحانه وتعالى دعا العباد لعبادته قال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هتصدق الله ولا تصدق الكتب دي؟ الله سبحانه وتعالى قال ليك انا غيري البنادون ديل ما يملكون من قطمير. قطمير التمره بعد يشقوها النوال جوة مصماصه دي فيها غشاء ابيض ده القطمير. والمصماصه دي ذاتها فيها ثلاثه كلمات في القران،
في الشق الاتحد، الشق بتلقاه في بطنه ده الفتيل، والفي ظهر القدة صغيرة ده النقير، واللفافة ده القطمير، ثلاثة في القرآن. ما يملكون من قطمير إن تدعوهم، قالك اللي بتعتقد فيهم ديل، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. والله يا ما لو أنا غايت عقيدتي كذي، ودي عقيدة راسخة أنا لقيتها في القرآن، لو الزول الميت ده فتحوا قبره عديل كذي، فتحوا القبر وشالوا الكفن ودنقروا له في أضانه بميكروفون ساون، يا فلان أقسم بالله ما بيسمع، والله ما بيسمع، لأنه قال لك إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. والله عديل كذي قال وما أنت بمسمع من في القبور، هاتاني في كلام أكثر منه، أنت ما بتسمع في القبور ده. وقال لي عديل إنك لا تسمع الموتى، وقال له أموات، أو قال لي أهل الشرك قال لهم اللي بتنادون ديل أموات غير أحياء، لو قال أموات كفاية إذا صح التعبير، لكن أكد لك قال لك أموات، الله يجزي خير، أموات غير أحياء، غير أحياء يعني أموات، يعني أنت اطمئن، تب أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. عشان كذا قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، هم ما بيسمعوا لكن دار تحاجج، أي ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ما تاني فيش. والحكم الشرعي شنو؟ ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ده شرك، ولا ينبئك مثل خبير، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. عشان كذا يا جماعة الناس دي النعم دي ما شعر بها، الزول بيصبح من الصباح، من الصباح الله برجع له روحه، في ناس من النوم ده ما بقوم، ومن تصبح تلقى كمان نايم بالصبح لما الشمس تطقه، فتمين شت الغفو وتاني يقوم ويتمغى، أول شيء بيبدأ بيعصي الله تلقاه ما قادر يفتح، يفتش لل ورا المخدة، ما طبعا بطاريته ما رخت الشغلة دي ما بترخي البطارية، ما بيقدر يفتح، بعد يلقاه يدردمها وخدتها التين تاني، تبدأ النور القصير يبدأ حتان الطويل، أقسم بالله صحيته كذي الزول يا جماعه بيصحى الصباح وفكر بس هنا في وجهه ده، شو خشمك ده، الخشم ده، الفم فيه لعاب، لو زاد الزول بريل تاني، الناس ما بيقعدوا جنبه ولا قل. ولو نقص ريقه بينشف، ولك ريقي ناشف يا اخي، جيب مويه الله بيوزينا له كل يوم موزونة، يعني ممكن تتحرج في مجتمع راغي وقاعد وكذا وهنايف وسط ناس إلى آخره، ولا عندك لغاية في التلفزيون الشغلة تفتح فر إلا تنادي ناس الموية، الله وازينا له، والعين وازينا له فيها غشة معين، جماعة ناس العيون يقول لك قرنية وشبكية وشنوها بعرف ورموش وديو ودموع قدر ما توسخ، يجيه موقف دموع، لو ركب موتر ساي دموع تنظف له، وغيشة ذاته معين كان بقى تخين بتظلل الشغلة دي تظليل، وكان بقى رقيق أقل غبار بجده وزن معين جايب، وياكل اللحم الجهاز جوا يطحنه، مع انه الجهاز ده قاعد جوا في لحم بالجنبات غير اللحم ده ما بياكله، لحم أجهزة تانية ما بياكله، بياكل الجاي من يعني ذاته ترتيب، لما تقعد تفكر فيه كذي بغلبك ذاته، يدين جايات كيف ولا صابعين كيف ولا. الذي أحسن كل شيء خلقه،
خلق كذي خلق ما بتقدر تزيد فيه ولا شيء، بس جابوا لك كذي وقال لك العيون دي ما محلها، ربطوها بورا ما بتفهمش، تكون ماشي بالخلف انت. كان خدتوها تحت مع الغبار ده تكون شايل لك فوطة والفوق ما شايف، الله جاب لك في محل معين، والفم في محل معين، والجسم والشعر والاضنين، وتسمع كيف نعم كيف يا خالق الله. امشي المستشفيات دي زول تلقى راقد ادفع مليارات يا اخي، ليه عملية ولك احتمال تنجح واحتمال ما تنجح، انت معافى وبمروتك وبصحة وفي امن ماشي وجاي وتركب المواصلات والى اخره، صاحب الناس والله ساترك. زي ما قال القحطاني: والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. الله ساترك. وتعصيه ستر، وتاني معصية ستر، تاني معصية ستر. صاحبك اللي بتصاحبه ده صحبة ساي، لا خلقت ولا خلقك، كان غلطت ثلاث مرات يقول لك تاني ما بتنفع معي، تازول فوتنا لك تاني جيت، فوتنا لك تاني جيت. الله اللي خلقك ممكن بس يقول كن تبقى قاعا صفصفة ما في اي شيء، تعصيه آلاف المعاصي ويفتح لك باب مفتوح ذاته، باب الله سبحانه وتعالى ما باب زيه ذاته، باب كما بين المشرق والمغرب. الباب ده للناس المقصرين مش الناس المطيعين، يعني ده المقصر وعاصي خليه المطيع وأصلا برضو يخش فيه وينعم. تحت مثبت الأرض جبال، فوق السماء مزينة نجوم ومطر ينزل وراحة، وفوق ليدي كلها جماعة دي كلها نعم بجنبها. شفت نعمة الإسلام ده بس شفت دي؟ والله الزول لو مين ولده لما تم 70 سنة بس جارين وشه بالزلط وهو مسلم مجرور بالزلط كذي، شفتها؟ وأمراض الدنيا دي جت لموها فيه خدتوها كلها جوا وهو مسلم، والله هو في نعمة. يا أخي العالم ده فيه كم قريب قبل فترة مش قالوا 7 مليار نسمة؟ 7 مليار، 7 مليار في ناس ملوك ملوك، وين 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 أجهزة ودبابات وناس وما اهتدوا للإسلام. في ناس صنعوا طيارات برا في أمريكا وفي وين وفي وين، وبريطانيا وين، والصين وين وين وين. زول بيصنع مخلوق أو بيصنع له صنعة تطير في الهواء طيارة عديل، وبعد ده ما اهتدى للإسلام، وده تلقاه إبرة ما يقدر يقدها، وبعد ده تلقاه عارف الإسلام ويصلي ويصوم وإلى آخره. عشان كده يا جماعة هوي والله الشكر ده وقليل من عبادي الشكور. وتعرف المصيبة الناس لما تجيهم يجيهم ابتلاء النعم جد بينسوها، بس بيركزوا مع الابتلاء ده، ودي انت لو فهمتها خلاص انت ماشي كويس. يعني الزول لو جاته نزله بينسى نعم الله جد عليه، بس بيركز مع النزله دي. انا عندي نزله وصي جسمي ده فيه فتور والناس دي نشيطين وكذا، تلقى فتران. الله سبحانه وتعالى قال: واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد، وقال: اعملوا آل داود شكرا. شكر شكر، تشكر الله بالقلب، تعترف بالنعمة، تنكسر له. عشان كذي في سيد الاستغفار في صحيح البخاري من رواية شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد، ده الزول بيقوله بالصباح وبالمساء، أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا، شو الكلمات دي كيف، لا إله إلا أنت
خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء يعني أعترف، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها في الليل أو من الليل موقنا بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في البخاري الحديث. تشكر الله الناس، والله تشكر. أنا أسي والله بمشي لواحد بتونس معاه كثير، مرات الصباح أشرب مع الجبنة ومرة يناديني، مرات بالليل أقعد أتونس معاه أقول له كيف حالك، يقول له يا زول والله نعم غرق غرق، يقول لي غرق ثقيل. أقول له قالوا الدولار ارتفع والهنا، قال لي والله العدة بتاعت النسوان اللي في البيوت زاي ملايين مليانة، العدة زاي بتاعت، قال لي أستان عدة البيت قدر ما تنكسر كوباية بقول الحمد لله خففوا لي الصابون بتاع الغسيل. نعم ذات ما تحصى ولا تعد. والله يا جماعة يا عروة بن الزبير ده قطعوا رجله غمر في صفة الصفوة لابن الجوزي، الصباح أفاق يقول له أحسن الله عزاءك في رجلك فقد قطعت يا عروة، وأحسن الله عزاءك في ولدك محمد فقد رفسته إحدى دواب الخليفة بالأمس فمات، أنت غمران الولد مات والكراعي قطعت. أول شيء رفع يديه قال اللهم لك الحمد إن كنت أخذت فقد أعطيت، أعطيتني أربعة أطراف، واحد اثنين ثلاثة أربعة، وأخذت واحدا طرف واحد فلك الحمد في ثلاثة ثاني، وأعطيتني من الأبناء سبعة وأخذت واحدا فلك الحمد. شو النازل بيفهموا كيف، شو التركيز ده، وشوف ذاته واحد في مبدة حكى لي قال لي واحد تاجر خدش في تجارة خسر مية ألف وعنده قروش خسر مية ألف، قال لي ركب الزلط طوالي جنة مرة واحدة، بقى شغال مية 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 لحد فارق الله لا خلى جنة عديل مرة واحدة. عشان كذا يا جماعة الزول يشكر الله سبحانه وتعالى، والنعم دي قيدها الشكر وزوالها في الكفر، تكفر بالنعم، ومن كفر النعم نسبتها إلى غير مسديها ومنعمها، إلى غير مسديها ومنعمها وهو الله سبحانه وتعالى. تقول فلان اداني وفلان سوى لي وفلان عمل لي، تنسى ربك. الشكر ده القلب تعترف بالنعم واللسان، وأما بنعمة ربك فحدث تكلم بها وتشكر الله، وتشكر الله النعم دي تحركها في الطاعة. الله اداك سمع، في ناس طرش ما تقعد تعديه غنى ويملوك كلام ذاته ما مفهوم، كلام ذاته ما فيه فائدة، ذاته رحلة غيوم وشنو تحمل رسائلي في غيوم بتشلها رسالة، وكلام ذاته هوس في لوس. هاي تسمع القرآن ده راحة والله. شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الجزء 11 قالوا له في بعض الناس عنده اناشيد ورقيص واشياء وكذا وكذا الى اخره، هل بدع؟ رايك شنو انت في السماع ده؟ بعد بين بدعه السماع، والانسان ما يستمع الاشياء دي وكذا وكذا وبتشغله عن القران. بعد ذاك جاب فائده عظيمه جدا، قال استماع القران ده بتدبر من اسباب رحمه الله تعالى. يعني لو دار الله يرحمك شفت القران ده تستمع له بتدبر، وأسي في قراء مجودين تلقى الواحد صوته جميل أجمل من الفنانين ذي الجد، وكلام ما فحسن منه في كلام أسمع من كلام الله. الله نزل أحسن الحديث، أحسن الحديث، أحسن على صيغة أفعل يعني منتهى الحسن، لا أحسن منه. وبعد قال لك وإذا قرئ القرآن، جاب الآية دي
فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم شنو ترحمون. داير الله يرحمك يا القرآن بزيد إيمانك ذاته، نعمة زي دي تستعملها في الطاعة، أداك بصر بدل تعديها مسلسلات وأفلام وتخش النت وتخش وين وكل أمالي قلبك أشياء وصور وبلاوي. البصر ده شغله في الكتاب ده، قوم بالليل يا أخي صلي لي الله سبحانه وتعالى، يتدبر في السماوات دي يا أخي نجوم سي النجوم دي عليك الله كم سنة مولعة، حصل يوم طفت؟ حصل يوم قالوا والله دارين تبرعات الكهرباء بتاعت النجوم ضعفت شوية والجمرة دي قربت تنتهي وكذي، شوف والله مولعة من 200، شوف العظمة دي فوق. عبد الله بن مسعود قال مسيرته حسنه الألباني، ذكروا الذهبي في العلو كتاب العلو حسنوا الألباني، أنا الأثر ده قاعد أكرره كثير لأنه والله أثر بحرك النفوس غايته بخليك إنه بس يتعلق بالله ده بس سبحانه وتعالى. والله تاني لا شيخ لا فقيه لا قبة لا تراب لا حجاب لا محاية لا بخرة لا ودعة لا أي شيء، بس فوق عظم ذاته عجيبة إذا صح التعبير. قال مسيرة ما بين السماء والأرض 500 سنة، يعني أنت تركب حصان تجر 500 سنة، ده بس عشان تصل المسافة بين السماء والأرض. قال وبين كل سماء والتي تليها مسيرة 500 سنة. في ناس قايلين السماء والأرض كذي بعاد، تاني السماء مع السماء كذي والبعادة كذي، لا لا لا، السماء للتانية زي بين السماء والأرض، السماء للتانية 7 سماوات زي بين السماء والأرض. قال وسمك كل سماء، السماء ذاتها تخونة مسيرة 500 سنة، وفوق السماوات 7 بحر، السماوات 7 دي فوق لها في بحر. الله في القرآن قال سبحانه وتعالى وكان عرشه على الماء، قال البحر ده لما يتكلم عن عمقه قال مسيرة 500 سنة. راجع الأثر ده تلقاه ذكروا الذهبي في العلو وحسنه الألباني رحمه الله. وبعد السماوات 7 والمسافات دي كلها ده كله الكرسي، قال وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني ذاته شيء كثير مرة. وبعد العرش فوق الكرسي هناك فوق سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، وفوق هناك آخر شيء من المخلوقات العرش، العرش الكرسي مع العرش كحلقة ملقاة في فلاء، يعني ترمي حلقة بتاع السلسل سلسلة في صحراء دي، بس الكرسي مع العرش. وفوق العرش رب العرش سبحانه وتعالى وهو أكبر من العرش. قال عبد الله بن المبارك وهو مبائن للخلق، يعني لا يمس العرش بل هو غني عن العرش. قال شيخ الإسلام ابن تيمية والعرش وما تحته مفتقر إلى الله والله غني عن العرش وما تحته، وهو فوق العرش وهو أكبر من العرش حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وبعد دفع قيشي والمسافات الطوال دي كلها لا يخفى عليه دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصفا. ابن آدم ده لو قالوا له بس عد الشعر بتاع جسمك ده شعر بس، هذه يدك دي كده عد ما يقدر، والله كله عالم به. وجوه بطنه ابن آدم يكون نايم في مرض جوه سرطان وما عارفه، الله مطلع عليه.
والنملة دي هذه قدامك تخش النملة دي، هذا الجحر قدامك، لكن جوا خش يمين شمال بيجاي، ما انت ما عارف، الله مطلع عليه عالم به، مشى عليها تجيها عالم به من فوق. إن الله لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال وما تكون في شيء وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. والله هذا كلام عجيب، يا زول مزارع قاعد في الزراعة تلقى شغال من الصباح يجيب الفطور يجيبه له في عمود، مزارع ويجيبوا له المويه ويقعد تحت الشجرة هناك الزراعة البلدات، عنده شجرة هنا قائمة ويجي في الظل والصفق شغال طق بيجا ينزل، وقاعد له في كوم بتاع صفق أصفر وهناك خضر وأصفر واحدة تنزل، يقول له شجرتك دي فيها كم صفقة بيعرفها؟ التحتك ده كم صفقة هنا بيعرفه؟ قال لك وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. عشان كده عمر بن الخطاب لما جاب الليل رضي الله عنه، ذاك ما مجتمع عجيب انه كثير نقل القصة دي في التفسير، لما جاب الليل ماشي والبيت شابة قاعدة في بيتها وزوجها شاب مشى الجهاد ويدخر، وبعدين هي شابة لكن بتخاف الله سبحانه وتعالى، وقالت أبيات شعر لما عمر بن الخطاب وقف بالليل، قالت تطاول هذا الليل وازور جانبه وأرقني ألا ضجيع ألاعبه طورا وطورا كأنما بدا قمرا في ظلمة الليل حاجبه، يسر به من كان يلهو بقربه لطيف الحشا لا يحتويه أقاربه. قالت والله أنا شابة وشوف الوصف ده كله، لكن بس قالت أنا بخاف الله، بس الله ده ما مطلع عليه، شوف المجتمع ده كيف، تطاول هذا الليل وازور جانبه وأرقني، يعني ما قادر تنوم، وأرقني ألا ضجيع ألاعبه طورا وطورا كأنما بدا قمرا في ظلمة الليل حاجبه، يسر به من كان يلهو بقربه لطيف الحشا لا يحتويه أقاربه، فوالله لولا الله لا شيء غيره لنقض من هذا السرير جوانبه، ولكنني أخشى رقيبا موكلا بأنفسنا لا يفتر الدهر كاتبه، مخافة ربي والحياء يصدني وإكرام بعلي أن تنال مراكبه. ذات مرة نجيضة يا أخي قال والله أنا ما خايف الله وزوجي ده أنا ما بخونه لفعلت وفعلت. عشان كده يا جماعة الزول يعظم الله سبحانه وتعالى ويشكر الله ليل نهار، والرسول عليه الصلاة والسلام لما قام بالرسالة حق القيام ودعا إلى الله وصبر وأوذي وأخرج من بلده وبلغ الدين، وبعد أن كان الناس يدخلون في دين الله أفرادا صاروا يدخلون أفواجا، قبائل كاملة تجي خاشة وجماعات وأفواج، والرسول مش على الحج صلى الله عليه وسلم ومش في السفر، يلاقي ناس يقول لهم من القوم انتم منو، فيقولون نحن المسلمون أو نحن المسلمين، نحن المسلمون أو نحن المسلمين اسم تخصيص، فيقولون ومن أنت، فيقول أنا رسول الله. شوف ما كتروا وذاته ما عارف وهم ما عارفين، ف
فترفع امرأة صبيا لها فتقول: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ فيقول: نعم، ولك أجر، أنت الحججتي وعندك أجر. الناس لما بيجوا يدخلوا، وبعدين مكة الجبيل مرقوا منها، جاء فتحها، وبعد كانوا في ضعف بيجوا في قوة، وبعد كانوا الناس نافرين بيجوا مقبلين. الله بعد ده قال لي: خلاص انت بعد ده المهمة قمت بها، بعد ده خلاص جاء الوقت انت خلاص ترجع عشان نكرمك، بعد تمرق من الدنيا، بعد هناك الإكرام. قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، خلاص انت قمت عليك، بعد تختم حياتك بشنو؟ فسبح بحمد ربك، زول يحمد الله وزول يشكر الله سبحانه وتعالى، واستغفره إنه كان توابا. الأمر الثاني الذي يقود إلى السعادة: وإذا ابتلي صبر. شكرت الله سبحانه وتعالى، آية في ابتلاء تصبر، بس أصله ما الضيق. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. والله يحب الصابرين، كما في سورة آل عمران: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، كما في سورة الزمر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، شوف البلاء ذاته، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الصبر يا جماعة، الإنسان يصبر. كثير من الناس تلقاه بضيق في الدين ده، تلقاه عنده ضيق، واحد قال: والله سنة كاملة قال شغالين فيكم دعوة هناك في السلمة، قال لهم سنة كاملة يا أخ نذكر فيكم، لا فيكم زول بيتعظ، ليه نازل الجامع، لا في وناس في قد ربهات وقاعدين، لا فيكم زول بيتعظ، لا فيكم زول بيدثر يا كافي البلا. ويا جماعة قال لهم انتوا الزراعة يا أخ بعد سنة بيحصدوها، متضايق. هو الأنبياء بيشتغلوا مش سنة، هو زول بيشتغل 950 سنة، لما الله بيقول لك خلاص الناس ديل أمرهم انتهى. لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خلاص الناس ديل بعد ده تاني جايون شغل تاني. لحد ما الجماعة ذاته قالوا لي: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. واشتغل فيهم ربي: إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. قدر ما أجيهم لدعوة اجروا طوال. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، أنا بدعون للخير، جعلوا أصابعهم في آذاني واستغشوا ثيابهم، بيفتحوا الزرارة دي وخشوا جوا الجلابية وضغطوا، واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. عليك الله في شغل أكثر من كذي. وقال بعض أهل العلم: كانوا إذا وضعوا أصابعهم في آذانهم يشير إليهم بسبابته. كذي التوحيد يقول ما بتسمعوا كذي كذي. وبعد ده أبو الدعوة: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم
ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. تصبر انت؟ ما شفت لقمان الحكيم قال شنو؟ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. في زول دخل المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد، وده المسجد النبوي، ده المسجد النبوي، وصحابة أخيار قاعدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يا خاشي قدام بال في المسجد كداسي. الموقف ده لو حصل هنا يحصل شنو؟ لو مجنون بيرحموه؟ الله إذا يمرق من هنا أقاشي بس إلا يا شاء ربي شاء. شفت فطفتوك ها؟ لا لا يا زول ده شغل عجيب. فقال لا تزرموه، خلوه، شو الصبر ده قدر كيف. ثم أمر بذنوب بسجل من ماء فأهريق عليه. قال لهم خلوه يتم، ما خلاص دي مفسدة، بعد ده لو شاكلتوه بهم للجامع جد خلوه في محل معين. شو الفقه ذاته. وبعد ذاك النجاسة عالج وقت طوالي الموية كب. بعد ده فاضل يعلمه، قال له يا هذا لم تبنى المساجد لمثل هذا، لمثل هذا القذر، وإنما بنيت لذكر الله والصلاة، مش ده فائدة؟ فقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، برانا كذي بس. قال لقد حجرت واسعا. فالصبر أودي دار الصبر. والله واحد من أخواننا عمل نصيحة في مسجد انتهى كلامه ذاته سمح، كلام سمح ومرتب، وذاته المدعو بحس، أنا سمعت له بحس إنه الداعية ده عنده شفقة بيو، يعني جاي دار له الخير، كلام ذاته نحسبه. بعد مرق هنا حيف الجماعة تلموا فيه، جزاك الله خير وجزاك الله. في عمك كبير زعلان منه وما اشتغل توحيد، جا ماشي بي عنده، قال لي الناس ملمومين يسلموا عليه، قال لي هو نحيف، قال لي والله ولدي وشك ده فيه حالات كف. والله قال لي وشك ده فيه حالات كف. ضحك قال لي، قال لي ما مشكلة، الرسول ضربوه صلى الله عليه وسلم، قال لي ناني انتو مثله، ناني انتو مثله، قال لي وابتبتلى مشاكل كثيرة جدا. تصبر، هذه حاجات كثيرة، ولذلك يا جماعة الإنسان يصبر يتحمل، ده الداعية المدعو ذاته يتحمل، حياتي فيها مشاكل ما تتجرس فيها، زول تلقى ماشي كويس وصلي وموحد واستغفر وكذا، بعد شوية تجيه مشكلة التوحيد ذاته يخليه لك يا زول والله ذهب، والله تعبان 30 سنة لم تقروا شي، اشتريت ذهب لما فيها حرامي سرقه، والله ده مش حوط وحواطه يا زول، الشغل ده دجل وكفر، ومن اتى كاهنا او عرافا فساله او فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم، في صحيح مسلم عن معاويه بن الحكم السلمي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكهان قال لا تاتهم، ما تمش لهم، يقول لك بنحوط وبنجيب وإلى آخره والحاجات دي، طوالي تلقى مشى. شفت زي ده؟ الله سبحانه وتعالى قال لك في القرآن ومن الناس من يعبد الله على حرف، ماسك في طرف الدين، حرف يعني طرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة أو مصيبة زي دي انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. أنا قبيل عندي ولدي صغير كده، مشيت وديته العيادة، قاعدين منتظرين الفحص، يعني انت بتمشي بملاريا بتجي
بها مشكلة أكبر من الملاريا. والله قاعدين منتظرين، شغلوا غنى كبيرة شاشة، رفعت رأسي للشاشة لقيت جايبين مرة وقدامه ودعات ودع، أقسم بالله قبيل الكلام ده الليلة، قدامه ودع وجنبه كم نفر كذب جاي ودعبش في الودع، وبتاع الكاميرا يقرب من الودع، بعد شوية جابوا الغنية ست الودع أرمي الودع تلتل تلتل إلى آخره. والودع ده جماعة طوالي قلت لناس الحضور اللي قاعدين منتظرين جد، قلت لهم طبعا ده هوس كله وكله باطل ساي، ما في وداعية في الشريعة، ما في رمالي، خدت لك كم عود كدي زي عود السيمة ويربطن لك بسيلك ولا لستيكة، يقول لك ضرسك مش الثالث الموجعك هاي طق كدي هناك يتقلع شغل دجل ذاته وبلاوي ودستور. واحد في شرق النيل قال مشيت للوداعية شابه، قلت لا يا أخي عندي مرتين، واحدة كبيرة واحدة صغيرة، وبعدين مشاكلهم كثيرة الغيرة كثيرة بيناتهم، أطلق يا تل كبيرة أسوي شنو؟ قال له طلق الكبيرة ولا الصغيرة؟ عانت لك دي جدعت الوضع عملت رمتها كذي، قالت له طلق الكبيرة، قال لا غشيتك ساي أنا عزابي ذاته ما عندي أي مرة، والله قال لا غشيتك ساي ما عندي ولا مرة ذاته. وفعلا كلامه صح، ده في بلدنا دي راقد يا جماعة، الأذان جاء أذن ذاتي قربتها. ابن تيمية رحمه الله تعالى: السعيد السعيد الذي يستغفر من المعائب ويصبر على المصائب. السعيد، والكلام ده علق عليه لما نتكلم أو جاب الكلام ده كتعليق على حديث أنس رضي الله عنه لما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التقى آدم بموسى عليهما السلام، أو موسى بآدم عليهما السلام، فقال موسى: يا آدم أنت الذي أخرجتنا من الجنة؟ قال موسى لآدم: يا آدم أنت الذي أخرجتنا من الجنة؟ فقال آدم لموسى عليهما السلام: يا موسى أتلومني على أمر قدره الله قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؟ قال: فحج آدم موسى عليهما السلام، أو كما قال. قال: السعيد الذي يستغفر من المعائب ويصبر على المصائب، والشقي الذي يحتج بالقدر عند المعائب ولا يصبر على المصائب. لما يعمل له معصية يقول لك الشيء ده ما مكتوب، صح مكتوب ما في شك، لكن الواجب عليك شنو؟ تستغفر. ولذلك يا جماعة العبد يشكر إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر استغفار. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجزء العاشر من الفتاوى، قيل له: كيف النجاة؟ كيف الزول ينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى؟ ده سؤال مهم جدا، كيف النجاة؟ قال: بالتوحيد والاستغفار، بالتوحيد والاستغفار. عشان كده رب العزة والجلال قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وبالتوحيد، لأنه في النهاية يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح البخاري ومسلم من رواية عتبان رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار
حرم يعني ممنوع، يعني النار ما بتهبش الزول. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. شوف الكلمة دي على قلب زول يقول لا إله إلا الله من جوا قلبه ويمرق أي شيء تاني. توكل عليه الله ويعتمد عليه الله سبحانه وتعالى ويصرف له كل العبادات، الدعاء، الرجاء، الخوف، المحبة، كل شيء. ده الله بنجيه وده بكون من السعداء ويعيش على التوحيد ده ويكثر من الاستغفار. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري ومسلم من رواية عائشة رضي الله عنها لما نزل عليه قوله إذا جاء قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان يقول بعدها يعني بعد ذاك بقى شنو في حياته، يعني بقى في حياته في آخر حياته يكثر أن يقول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. ودي الصيغة الصحيحة يا جماعة الموافقة للسنة. فيها بعض الناس بيستغفر بيقول لك تلقى بتسمع يستغفر استغفر الله، دي قالوها علماء زي الأوزاعي وكذا استغفر الله في التشهد، ولا يقول استغفر الله العظيم تلقى بيقول استغفر الله العظيم. والصح تسوي السنة، السنة استغفر الله وأتوب إليه، دي السنة كذا في البخاري ومسلم استغفر الله وأتوب إليه، دي صيغة الاستغفار الموافقة للسنة. وهناك في السلسلة الصحيحة من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، جاءت منصوبة لأنه مفعول به، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، من قالها ثلاثا في السلسلة الصحيحة غفر له وإن فر من الزحف. وبرضو في السنن رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، دي رواية رب اغفر لي وتب علي، رب اغفر لي وتب علي نهاية إنك أنت التواب الغفور. والصيغة الثانية رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فإذا استخدم الله سبحانه وتعالى قال عن نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. عشان كذا رب العزة والجلال قال في سورة الأنعام وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وفي سنن الترمذي وصححه الألباني من رواية أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وأنا جماعة في ختام الكلمة دي بوصي أهل المسجد خصوصا وجميع الإخوة الحاضرين عموماً
وجميع من يسمع كلامنا هذا وصيهم جميعا بالدعوة إلى توحيد الله تعالى. والله جماعة دي وصية في الأعناق. شفت التوحيد ده في رقبتك. لو بتشرب خمرة ما تقول أنا بس في مكة وهم أهل مكة. قال عكرمة: وقولوا قولا سديدا. القول السديد لا إله إلا الله، ده القول السديد. شفت التوحيد ده خصوصا في بلدنا. الشافع من صغير بعودوه عقائد ذاتها غريبة مرة واحدة. من صغير كان السفنجة مقلوبة يقول له صلحها صلحها تقليب علينا سفنجة، وكان انقلب لوري سفنجة ما بيقلب البلد، خلي سفنجة عادية لاركو دي ولا صلحها صلحها أو عاك تصلحها خليها كذي بس. كان جات كتاحة ماشية ساي يقول لك محمد معانا ما تغشانا، كذب ساي هما معاهم. والريح أرسل منه الله سبحانه وتعالى، وخايف من الريح تسأل منه، تسأل الله سبحانه وتعالى: اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها إلى آخره. أقل شيء عقائد من صغير الشافعي يملوا لك حاجات. أنا من شوف عملونا حاجات غاية الله يتجاوز عن الجماعة. كان سن انكسرت ساي يقول لك شنو كذي الشمس وسن الحمار وسن الغزال، يا أخي في شمس عندها سنون؟ كان كجمتنا نحن. أقول يا أخي ويكبر الزول دار يمشي الامتحان يشيلوا القلم القبة والقبر وامتحان انجليزي، يعني ده كان حي ما بيقدر يجاوب يكتب يقول لك برك. ده يا ماما كلام مشكلة، عقائد ذات عجيب وبلاوي. والمرأة تروح حاجة تمشي للفكي شوفوا لي حوطه، دي كلها مسؤولية من؟ والله مسؤوليتنا نحن، والله بيسألنا نحن. والأمم السابقة دي الكثير منهم انت قال ضاعوا بشنو يا أولو، شايفين المنكر وساكتين. ناس يا أخي في العربات حافلات عربية دارت تنقلب أي زول ينادي لفكي بيجم الله انسوه تب الناس. والله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الله قال نسوا الله في الآية الثانية فنسيهم. شيخ الإسلام جاء في تفاسير كثيرة في الآيات دي، قال من ضمن التفاسير نسوا الله فأنساهم ما يصلح أنفسهم. ولذلك يا جماعة الإنسان يركز على العقيدة دي والتوحيد. بلد دي أخ ملانا حجبات بيبيعوها في السوق، ناس تلقاهم يمشوا يا أخي للفكية، زول دار يبقى بدري الكلام، زول دار يثبت في وزارة ولا كذا يمشي مكاتب بدري الكلام، مكاتب يجدع الحاجات أوراق جوا في المكتب وثبتني واحد ماشي لمنه كلام كثير جدا. ويتو ثبتوا البلد ويتو أما الشغلة فارتقت. ولذلك يا جماعة أنا ما دار أخش في حاجات تانية، لكن بس حدنا كده أقول الناس تدعو إلى التوحيد ودي مسؤولية الجميع. وجزى الله خيرا أهل هذا المسجد جميعا على إتاحتهم لنا هذه الفرصة. أسأل الله يجعل هذا المكان منارة لنشر العلم النافع ولنشر التوحيد ولنشر ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. إن ربي جواد كريم وإنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. جزاكم الله خيرا على حسن السماع، وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.